مكر مفر مقبل مدبر معا كجنود صخر حطه السيل من علي. هكذا تغنى العرب بالخيول سابقا، وارتبطت الفروسية عند العرب بالقوة والشجاعة، وهذا ما يفسر اسمها الذي اشتق من هذه الأفراس سواء كانت ذكورا أو إناثا. وتشمل الفروسية القتالية والرياضة، حيث ظهرت الفروسية لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1900 في باريس، ثم اختفت حتى عام 1912، لكنها ظهرت في كل دورة ألعاب أولمبية صيفية منذ ذلك الحين. وتضم التخصصات الحالية للفروسية الأولمبية الترويض ومحاكمة الخيل وقفز الحواجز. بدأ الاتحاد، يعني تاريخ تأسيسه كان بالسبعينات، وبدأ الاهتمام برياضة الفروسية، برياضة الألعاب الأولمبية لرياضة الفروسية اللي هي مثلاً القفز الأولمبي، الترويض، الدريساج، الكروس كانتري 3-day event اللي هو اختراق الضاحية، القدرة والتحمل. بس كان التركيز فقط على رياضة القفز على الحواجز، وهي اللعبة الأولمبية اللي من خلالها تقدر أنت تعرف نشاط الفروسية، أو تقدر تبرز نشاط اتحاد الفروسية، لأن هي الأكثر نشاطاً، أكثر يعني مثل ما يقولون بها دوري مستمر طول السنة، أو بطولات عربية كانت موجودة على طول السنة، يعني موجودة بين سنة وسنة. وزائداً أغلب الدول العربية والآسيوية والأوروبية العالمية كانت تمارس رياضة القفز. القفز الأولمبي بالعراق بدأ بنهاية السبعينات. أول مدرب يعني كان هي موجودة، رياضة القفز موجودة بس كانت بشكل محلي، بس بدأ اهتمام بها أولمبياً بنهاية السبعينات. جوي عناصر شابة، وإحنا من خلال يعني إحنا من ضمنهم، جوي مدربين أجانب يعلمون الفرسان الأشياء القانونية، النظام القانون الدولي. فمن خلالها بدت يعني تنتشر رياضة القفز الأولمبي، أو بدت رياضة الفروسية بشكل عام من خلال هاي اللعبة اللي هي القفز الأولمبي. بدت هناك أكو أندية، صارت أندية نادي الزوراء بعد ما كانت مختصرة على الجيش والشرطة، برز نادي الزوراء، نادي الفروسية، وبدت البطولات، بدت المشاركات على مستوى عربي ومستوى آسيوي. وطوال هذا التاريخ الكبير لم يكن للعراق نصيب في المحافل الأولمبية، وما نملكه على مستوى القارة هو وسام برونزي وحيد حققه عصام عبد العزيز في بطولة آسيا سنة 1988 بكوريا الجنوبية. العراق كان من أحسن الفرق بالمنطقة كلها. فريق العراق معروف أول شيء باستيراد خيل من الخارج ومشاركته بالبطولات الدولية والآسيوية، يعني العراق ماخذ 3 مرات بطولة العرب، فرقي ثاني، فردي مرتين أول ورابع، هاي أخذت هنا الفردين يعني البطولات الفردية، وبعدين البطولة الآسيوية صارت بالـ 82 أخذت المركز السادس، واللي بالـ 89 آخر بطولة آسيوية نشارك بها بسيول أخذنا المركز الثالث فرقي. والفترة اللي صارت من 90 لـ 2003 العراق عليه حصار، يعني لا تقدر تشتري خيول ولا تقدر تشارك ولا حظر حتى على مشاركاتك الدولية، يعني ما يخلوك تشارك. من 2003 بالـ 2007 أول مشاركة للعراق صارت بالدوري العربي بالإسكندرية، بالـ 2009 أخذت فارس وياي، يعني فرسان شاركوا وياي، واحد من عندهم أخذ المركز الأول، أخذ ميدالية ذهبية، وأنا شاركت وياي، لأن كان من يحق للمدرب، يحق للمدرب يكمل الفريق إذا يريد ينزل، يعني بالفروسية يصير المدرب إذا يقدر ينزل والفريق بعازته ينزل. فنزلت أخذت 3 ميداليات بالـ 2009. 2010 أخذنا ميدالية هم ذهبية، بالـ 2011 أخذنا على مستوى عربي. كانت يعني البطولات العربية موجودة لحد البطولة العربية الرابعة بالـ 86، وبعدين انتقلت من بطولات عربية إلى دوري عربي. صارت تعرف أن ظروف العراق اشترك
اشترك ببطولة أول بطولة آسيوية اشترك بها بال82 بالهند، حتى كانت هناك إمكانية نقل الخيول، نقلنا الخيول بطيارة، طيارة عسكرية طائرة اليوشا، نقلنا الخيول مالتنا إلى الهند واشتركنا ببطولة آسيا، دخلنا معسكرات بأوروبا بألمانيا بسيئول بالهند، يعني كان يعني هو العصر الذهبي خلينا نقول بال80s. الحقيقة هو أحسن إنجاز وأعظم إنجاز حققناه هو سنة 1988 في بطولة سيئول، حصلنا على المركز الوسام البرونزي. عالم الفروسية يضم في تفاصيله الكثير. اتجهنا في أسئلتنا عن سلالات الخيول ومرجعيتها وكيف تتم تسميتها، وما هي مميزات الخيول العربية عن بقيتها، لكننا فوجئنا بتفاصيل إصاباتها وأمراضها. معدل أعمار الخيل 30 سنة، يعني أصلاً 33 بين 27 و33 سنة. حصان يبدي ركوبه بعمر سنتين، يبدي ترويضه وركوبه. أكثر فترة العطاء اللي هي من عمر سنتين لحد عمر 10 سنوات، يبدأ عطاء ينزل، القدرة مالته تنزل لحد تقريباً 20-22 سنة، بعد أنه يبقى للمدرسة للمبتدئين، بعد ما يقدر يعطي عطاء بالنسبة للرياضة، يعتبر أنه عجوز. خيل هي يعني هي من التراث العربي القديم، حتى بأوروبا وبغير دول أن يطلقون عليه اسم، حتى يعني كاسم البشر، يعني نفس أسماء البشر اللي أنا اعتزاز به. من أسماء الخيل اللي عندنا، عندنا وزير، وعندنا دلال، وعندنا فرات، وعندنا أسد، وعندنا ضرغام، وعندنا أحلام، يعني أسماء كثيرة. وعندنا أسماء الخيل الأجنبية، عندنا تشيلو، عندنا كايرول، عندنا نيفيو، يعني هو هذا من استوردناه من أوروبا، هذا اسمه بالجواز. عندنا الخيل العربية نوعين، خيل محلية وخيل العربية الأصيلة اللي مسجلة بمنظمة الخيول العربية الأصيلة. الخيل المحلية أسعارها حسب العمر وحسب الكفاءة وحسب اللون والجمال والنتائج بالسباق، بالنسبة لسباق الخيل تتراوح بين 1,000,000 ين إلى 10 ملايين حد أقصى، بينما الخيل العربية الأصيلة يتراوح سعرها من 10 ملايين إلى يوصل تقريبا $1,000,000. كلفة حصان تقريبا يعني اكو افحل يوصل سعرها الى $200,000 $250,000. حتى نقلل الكلفه الاقتصاديه، عندنا افراس ولاده بالعراق عربيه اصيله، ممكن ان نستورد قصبات سائل منوي، طبعا نخلص من الامراض التناسليه ونخلص من المشاكل، نستورد قصبات سائل منوي مجمد من خيل عربيه موجوده، من افحل عربيه موجوده عالميا وذات الدم راقب، يعني راح نقلل الكلفه الاقتصاديه وبالتالي راح نحسن نسل احنا. بس لحد الآن إحنا بقانون الثروة الحيوانية إنه ما داخل عندنا مسألة التلقيح. شجرة عائلة، هاي لازم إلا تزاوج بين خيل عربي وخيل عربي. الخيل العربية إحنا عندنا منظمة الخيول اللي هي اسمها الواهو World Arabian Horse Organization. مثلاً عندي فرس مثلاً ماي ماجيك، هاي مسجلة بالمنظمة العراقية وبالتالي المنظمة العالمية اللي موجود مقرها بهولندا وبلندن. يصير عندي تزاوج من فلان فحل، اسم الفحل موجود عندي، الفحل لازم يكون مسجل بالمنظمة. هذا بي شجرة عائلة توصل 5 ظهر أو 7 ظهر، من يصير تزاوج يطلع عندي إنتاج، هذا الإنتاج أخذ يعني وراء عمر شهر أو 45 يوم، يعني يصير عند عمر معين أخذ منه شعر من شعر المعرفة أوصله للمنظمة، المنظمة بالتالي راح ترسله للمنظمة العالمية. أكو بنك وراثي، الخيل العربية كلها مسجلة بالبنك الوراثي، يسوي له تحليل دي إن إي، تحليل دي إن إي يجي مطابق، يرسلونا يعني وثيقة تثبت انه هذا
تيبيكال مطابق للاب وللام ويسجل الخيل العربي انه هذا بيور عربي. الخيل العربي ما يتجاوز وزنه 350 كيلو بينما الاجنبي يوصل 750، فهذا تعرف التفرق كبير بالاحتياج بالعلف. اضافه لنوع التدريب، يعني الخيل الاجنبيه هي للقفز وتبذل مجهود عالي جدا، واكثر اصاباتها هي اصابات مفاصل الاوتار، بينما الخيل العربي يعني اكثر تحمل، ويستخدموه هنا للدورات التدريبيه للمبتدئين ورياضه التقاط الاوتار. وعندنا كم حصان عربي للفريق الشباب بالنسبه لرياضه القفز. عندنا اصابات بالطفيليات، طفيليات داخليه وطفيليات دم دائما تصير، وعندنا اصابات بالمغص اللي هي اكثر شيء معقده. صراحه انه اصابات المغص اصابات خطيره جدا، واخطر شيء هي التواء الامعاء، يعني يؤدي الى نفق الحيوان بسبب عدم وجود صاله للعمليات الجراحيه للخيل بالعراق. قبل كانت موجوده بكليه الطب البيطري، وهسه يحاولون ياهلوها، فبعد يعني محتاجه هوايه اجهزه ومعدات. العراق ككل سبحان الله البيئة صالحة لتربية الخيل، احنا اهل الخيل العربية الاصيلة، احنا عندنا مستويات، اكو خيل عربية اصيلة، واكو خيل مستوردة، واكو خيل اللي هي ميكس، واكو خيل ثوروبريد، طبعا الخيل اكو خيل جمال، مسابقات الجمال، اكو خيل فلات ريس، اكو خيل الجامبينج، فكل وحدة لها سيستم معين، طبعا وبالتالي كلها تحتاج تغذية، اعلاف، مستلزمات، ادوية بيطرية، طبعا شيء على شيء كلها هاي نادره بالعراق، كلها احنا نستوردها من خارج العراق، لازم هاي كلها تتوفر في سبيل انه نهض برياضه الفروسيه اللي هي رياضه الملوك. رياضة الملوك لم تقف تكاليفها عائقاً أمام لاعبين محليين أو المحترفين خارج البلاد، ربما يقدم الاتحاد العراقي للفروسية ما يمكن تقديمه لهم، لكنه لا يساوي شيئاً مقابل ما يحتاجونه من الدعم المالي، رغم غياب الاهتمام بالفروسية من قبل الأندية المحلية. طبعاً أنا دخلت بسنة 2018 تقريباً، من كان ماكو أصلاً بنات قليل كلش، لأن بسبب الأوضاع كان وقتها أوضاع البلد داعش وإلى آخره، بس الحمد لله استمرت حتى يعني وقت فيروس كورونا، كان عندي بوقتها صف سادس كنت، حتى لو يعني ما كنت أقدر أجي هواي، بس ما قطعت يعني، لأنه أنا ما قطعت الأمل وقلت إن شاء الله في اليوم راح تتحسن الرياضة، وبالفعل كنا 3 فارسات تقريباً، صرنا يعني ما شاء الله، يعني حتى دائماً نقول الفرصة صارن أكثر من الفرسان، طبعاً هذا الشيء إنه أنا كنت أطمح له وأتمناه أكيد، الحمد لله والشكر، وإن شاء الله يعني نوصل للمحافل الدولية، طبعاً عندنا فارسة إن شاء الله سعد حميد أكيد، هي المفروض إحنا نعتبرها آيدول بالنسبة لنا يعني، فعلى الرغم من كل الصعوبات إحنا إن شاء الله نقدر نوصل. الحمد لله والشكر أنا موازنة بين دراستي والفروسية، لأنه أكو أمل إن شاء الله تصير. أشتري مستلزمات الفروسية أنا على حسابي الخاص، وبنفس الوقت يعني إحنا نحتاج دعم، يعني دعم كبير. أوكي يعني لحد الآن مقصر الحمد لله ولو بشيء بسيط، يعني بدأوا لأنه هم من بدأوا الإدارة الجديدة أكيد، يعني مثل اللي راح يرجع من الصفر يبني الحمد لله، بس نحتاج رواتب، تخصص رواتب إنه منتخب الشباب ومنتخب الوطني، ونحتاج ولو على الأقل وسائل النقل،
المستلزمات الفروسية وإلى آخره، وإن شاء الله نوصل حتى لو بالقل. يعني أنا كلش أفرح بالأشياء البسيطة، يعني على من بعد 5 سنين شاركت ببطولة هنا محلية، بطولتين، مركز رابع ومركز أول، كان كلش إنجاز بالنسبة لي عظيم على الرغم إنه هو بسيط، وإن شاء الله نوصل. الاتحاد يمولنا بأشياء، بس يعني تدري كل رياضة بالعالم هسه الطوبة وغيرها من الرياضات اللاعب يحب يشتري بوتات، يحب يشتري أحذية، عفوا، فإحنا نفس الشيء بالرياضة الفروسية، هاي ملابسنا، هاي الستايل مالتنا، هذا الشكل الفارس على الحصان، فإحنا نحب نعتني به. يعني الفروسية هي ستايل، هي رياضة مكلفة، هاي متعارف عليها بكل دول العالم. يعني ثانيا أنه يعني حبا بهاي الرياضة، وهي رياضة أول تالي رياضتنا، فإحنا كل رياضة تحتاج مصاريف وتحتاج تجهيزات، اللاعب يصرفها. معدات يعني تقريبا أسعارها تتراوح مثلا عندك البوت، يعني أسعاره من 8 أوراق إلى 20 ورقة أكو بوت، مثلا هسه هذا 8 أوراق، عندك البرجز ورقتين 3 4 5، كذلك الخوذ نفس الشيء تبدي من ورقتين إلى 15 ورقة، يعني تبدي على الماركة، نوعيتها، الكواليتي مالتها، كل هاي تعتمد عليها. فيعني هسه خوذة $200، البوت $800، برجز $200، هاي. الاتحاد جدا قليل، ما تكفي حتى يعني لإعلاف الخيول، لعلاج الخيول، تعرف هذا المجمع دشوفش كبرى وبمنشآت هواية وخدمات يراد لهواية، ويعني ما تكفي. لكن رئيس الاتحاد الدكتور عقيل أنه عنده فكرة يسوي اندور قاعة داخلية حتى التدريب يستمر شتاء وصيف، قاعة داخلية يعني على مدار السنة يصير تدريب، قاعة داخلية يعني على نفقتها الخاصة أو استثمار. يعني هاي الأمور هي اللي تطور الرياضة بالعراق. الاتحاد طبعا تدري يعني بحاجة الخيول، يعني صار محتاج خيول شوية بهاي الفترة، هم يعني صار يعني صعب تجيب يعني خيل. التخصيصات مال الاتحاد كانت يعني مو هي اللي تقدر تجيب بيها. من صارت هسه هاي صار الاتحاد الجديد والانتخابات صارت بهذا الموسم، العراق اشترى خيل وشارك مباراة دولية، ويعني ان شاء الله يعني نتأمل ان شاء الله يعني حيكون الجاي يعني افضل ان شاء الله. يعني الحظر الصحي الذي فرض على العراق، أو بمعنى أدق أنه حظر سياسي أكثر مما هو صحي، يقف عائقاً أساسياً بهدف تحقيق الإنجازات الكبرى. فالخيل بخيالها، وتحتاج هذه الجملة وقتاً طويلاً لتناغم الفرسان مع الخيول قبل الدخول في السباقات. إلا أننا وفي كل مشاركة نستأجر الخيول من البلد المستضيف، لأنه لا يحق لخيول العراق السفر خارج البلاد بسبب الحظر، أمر جعل حظوظنا بالإنجازات ضئيلاً ولا يتلائم مع الطموحات. حتى وإن اشترى العراق عدداً من الخيول ووضعها في دول الجوار واستخدمها في المنافسات، إحنا المعاناة اللي عندنا العراق عليه حظر صحي، يعني الخيل العراقية ممنوع تسافر. أوكي، فأنت من تروح لازم تستعير خيل من هناك وتجهز خيل جديد، فصعوبة راح يكون الإنجاز. لازم هو الفارس يطبع بخيله، لازم يعرف أطباع خيله، لأن هذا الخيل أداة أطباع. أكو خيل يحب يتقوية، أكو خيل يحب يتخفيفة، أكو
خيل خطوتها تختلف عن الثانية، فهالفارس لازم متعلم عليها، متدرب عليها، تمام؟ فاهم حصانه بالمباراة، ما يجي عليها بيومين أو ثلاثة ويدخل عليه مباراة، إيش يعني؟ شيء طبيعي ما راح يقدم إنجاز. الدول المجاورة للعراق أو الدول ككل، الخيل أكو تحصينات ضد الأمراض. طبعًا إحنا العراق ما عندنا تحصينات ضد الأمراض بالنسبة للخيل، لحد الآن ما داخلة عندنا. فكل فترة تظهر إحنا عندنا سجل وبائي. مثلا اذا نستورد لا على التعيين مو خيل اي حيوان يوصلونا الموقف الوبائي للعراق دائرة البيطرة في سبيل حتى احنا نقدر نستورد بهذا الشيء. مرات مثلا اكو دول مجاورة يسجل عندهم فلان مرض اللي هو زونتك اللي هو ينتقل من الحيوان للانسان، فبالتالي يصير عليهم منع حظر، من يخلو عندهم هذا المرض يعني ينرفع عدد حظر حتى تصدر الخيل او فلان مثلا فلان حيوان. العراق منطقة موبوءة، فلذلك احنا هسه يعني دا نحاول ومثل ما يقولون بتركيز وبدعم وبتوجيه من الدكتور عقيل رئيس الاتحاد او الهيئه التنفيذيه الجديده التركيز على موضوع رفع الحظر بالتنسيق مع دائره البيطره ووزاره الزراعه. بس هو هذا الموضوع صعب جدا ويحتاج الى مده زمنيه طويله، يعني بين السنتين الى ثلاثه يلا نقدر، لانه هذه تطلع بها لجان من الخارج وتكشف على العراق بشكل عام، اي مكان تاخذ عينات من الخيول. على الرغم من وجود البيئة الصالحة في العراق للعناية بالخيول في وقت لم نلمس به حظراً صحياً على بعض الدول المجاورة التي لا تتوفر فيها الطبيعة مثلما متوفرة لدينا، سنجده قراراً مجحفاً على فروسيتنا. فإذا أردنا تحقيق الإنجازات نحن بحاجة إلى تحركات عالية المستوى من جميع المؤسسات الحكومية المعنية والعمل على رفع الحظر الذي جعل من رياضة الفروسية في العراق وبين قوسين تحصيل حاصل دون تحقيق إنجازات قارية. يعتمد على برنامج الاتحاد، الاتحاد العراقي للفروسية، يعتمد على برنامجه، يخلي برنامج سنوي ويمشي عليه، وإحنا هسه في صدد وضع البرنامج. إحنا مخلين الآن برنامج يعني باقي اللمسات الأخيرة، برنامج سنوي هو يشمل كل الألعاب، القفز الأولمبي، القدرة والتحمل، ورياضة التقاط الأوتاد بمشاركة الأندية اللي موجودة في أربيل، لأنه يعني بأربيل يعني عندنا بالإقليم كردستان ثلاث أندية، ثلاث أندية عندنا موجودة على مستوى العراق أكثر، يعني موجود عندنا بالنجف الحالي يعني ندعمه، وعندنا بالديوانية، وعندنا بالموصل أيضاً، يعني خلينا نقول فت خمس ست الآن يعني أندية بين المحافظات زائداً الاتحاد الفروسية نقدر من خلاله ننطلق، يعني تبدي الآن نشاطات الفروسية وتقدر من خلال هاي النشاطات راح يبين عندك التنافس بين الفرسان وحيبرزون عندك فرسان تقدر هذول تشارك بيهم إضافة للفرسان اللي بالخارج. نحتاج إلى مدربين أجانب، مدربين مو قليلين كفاءة، بالعكس عندهم خبرة، كل واحد صار له أكثر من 30 و 40 سنة، بس تدي العالم دي يتطور، يعني يوم على يوم دي يتطور، دي يتطور بتدريب الخيول، دي يتطور بتدريب الفرسان، يعني دخل بيه الجانب النفسي الفني العلمي. نحتاج إلى مدربين أجانب حتى نواكب التطور بالخارج. بالنسبة للفرسان اللي جدد هسه عندنا موجودين، طبعا اكو فرسان عندنا يعني حتى صغار يعني هم مستقبلهم ان شاء الله بالفروسية كلش كبير، بس هذا انت شلون تقدر تصعد واحد، يعني شلون تقدر تخليه يوصل المركز متقدم مثلا بالفروسية اذا ما تتوفر له الخيل؟ المعسكرات برا يطلع فارس يعني شارك معسكرات، ينزل بطولات برا، فيعني عندنا ان شاء الله، بس يعني هذا اللي يعني انت اهم شيء اول شيء الخيل، لازم يكون عندك خيل وتشارك بعدين بالخيل، تشارك مباريات برا. احنا لحد الان هسه عندنا معسكرات لانه احنا علينا حظر دولي، يعني لحد الان ما مشوا للحظر حتى تقدر الخيل اللي عندك بالداخل تقدر تطلع بها تشارك بها برا، يعني فانت تبقى شنو على الخيل المستعاره برا او التاجير، يعني او ناس يعني يطوك مثلا، شوف البطوله شلون منظميها، يعيرون لك خيل تطوك تركبهم او تروح تاجر خيل، وان شاء الله يعني احنا يعني ان شاء الله نتامل خير
يعني ان شاء الله بالبطولات الجايه وبالاتحاد ان شاء الله على راس الاتحاد الدكتور عقيل مفتن ان شاء الله يعني رجل يبشر بخير. ينقص العاصمه مكان ونادي وقاعه مغلقه وبوكسات خاصه بها، لان يعني تدري احنا كل بطوله مثلا من نشارك مثلا نادي اربيل صارت بطوله قبل اشهر شارك بها 160 راس، هذا كل راس لازم من تاخذه الى غرفه خاصه به، غرفه للكادر مالته، كل وحده مدرب طبيب بيطري عمال نظافه الها، فتخيل هاي راد امكانيه. مهرجان بسيط نبدي به احنا ببغداد، احنا طبعا يجونا ضيوف من خارج العراق يتمنون، لان اكو محبين وعشاق للخيل من كل الدول. مثلا احنا كل مزرعه اكو بيش خاص بيها على شو اسمه وسائل التواصل الاجتماعي، فاكو من خارج العراق يقول لك مثلا من يسمع اكو دم نادر، مثلا عندنا قطع هنا ولادات لمروان الشقب او جاستس، هاي افحل طبعا هاي نادره وسمعتها واصله هي ومن اثمن الخيل اللي بالعالم، فعدي ولادات من عندها هنا، فيجي تبيعونا من هاي الخيل، يعني نقول احنا للاسف انه ما نقدر نصدر، ما عندنا هذا لين بسبب الحظر. احنا طبعا عندنا وزاره الزراعه، دائره الثروه الحيوانيه، ودائره البيطره، اكو كادر متفضل طبعا هو سجل وطني سوى للخيل شمل كل العراق، موجود عندنا سوى تعداد للخيل، اعداد الخيل بالعراق والولادات والدم والارسان مالتها موجوده. يعني اكو جهد، بس نريد احنا دعم في سبيل حتى تنمو هاي الرياضه. تحركنا من خلال اشتراكنا باخر بطوله بدبي، اشترينا خيول توصل ان شاء الله بعد 10 ايام تقريبا من دبي، اشترينا خيل للقفز الاولمبي. هذه بحدود يعني اول وجبه حتوصل 6-7 خيول، واكو وجبه ثانيه ايضا هم راح توصل. هذه من خلالها راح تبدي نشاطات الفروسيه تبرز من خلال رياضه القفز الاولمبي. للعراقي تقاليد عريقة في رياضة الفروسية، وأسطع دليل على عراقة هذه الرياضة أن نادي الفروسية أقدم الأندية التي أنشئت في العراق، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1920، ثم أصبح مركزاً لتربية الخيول العربية الأصيلة، وكان يصدر سلالات من الخيول العربية إلى تركيا والهند وأوروبا والجزيرة العربية. Thank you.